بكم. أصبح إجمالي الناتج المحلي من أهم الطرق لقياس أداء الاقتصادات الحديثة. فعندما يرتفع نشعر بالغبطة، وعندما يرتفع بحدة نبتهج رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جديدة. ولكن عندما ينخفض هذا المستوى للناتج المحلي الإجمالي، وحتى لو كان ذلك بمستويات ضئيلة، يكون هناك حالة من الخوف من الركود والكساد. في 7 دقائق سنتحدث عن ما هو الناتج المحلي الإجمالي، كيفية حسابه، والفرق ما بينه وما بين الناتج القومي الإجمالي. البداية من إجمالي الناتج المحلي الذي يعتبر بكل المقاييس المقياس الأهم لقوة وحجم الاقتصاد، وهو ما يحرك الأسواق. طبعا يتم احتسابه على أساس ربعي كل 3 أشهر، والمقارنة مع 3 الأشهر التي سبقها. وبالنتيجة حسب هذه الأرقام الصادرة يكون هناك صورة واضحة عن وضع الاقتصاد لهذا البلد، إن كان في حالة نمو، انكماش أو تباطؤ. فما هو؟ هو قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الحدود السياسية والجغرافية لدولة ما، بصرف النظر عن الجنسية. بماذا يختلف ذلك عن الناتج القومي الإجمالي؟ الناتج القومي الإجمالي هو قيمة السلع والخدمات التي تم إنتاجها من خلال المواطنين داخل الحدود أو خارجها. يعني إذا ما كان لدينا كمثال بسيط شركة إماراتية أو شركة في الإمارات، مناصفة ما بين مستثمرين إماراتيين ومستثمرين أجانب. في إجمالي الناتج المحلي يتم احتساب الناتج لهذه الشركة كامل في الإجمالي. ولكن في الناتج القومي فإنه يتم احتساب نصف ناتج هذه الشركة، لأن النصف فقط هو تابع لطبعا مواطنين إماراتيين. دعونا ننتقل الآن إلى كيفية حساب الإجمالي الناتج المحلي ومما يتكون. طبعا تحدثنا بأنه هو ما تنتجه الشركات المحلية داخل الدولة وخارجها، ويتم حسابه كالتالي. أولا بحساب الاستهلاك، الاستثمار، الإنفاق الحكومي، وبعد ذلك يتم طرح الواردات من الصادرات أيضا وتضاف إلى هذه الحسبة. دعونا نكون مع كل كلمة ماذا تعني بالتحديد. دعونا نكون مع الإنفاق الاستهلاكي. الإنفاق الاستهلاكي يضم السلع المعمرة وغير المعمرة، بالإضافة إلى الخدمات. السلع المعمرة كالسيارات، غير المعمرة طبعا كالمواد الغذائية وما إلى ذلك. الاستثمار الآن. الاستثمار يضم شراء المعدات، طبعا نتحدث هنا الآلات والمعدات التي تستخدم للمعامل، شراء المساكن الجديدة. المهم جدا هنا في موضوع الاستثمار، وأريد دائما أن أؤكد عليه وأذكر به، بأن الأسهم والسندات لا تدخل أبدا في هذا البند، بند الاستثمار. دعونا ننتقل إلى الإنفاق الحكومي الآن. الإنفاق الحكومي نتحدث عنه هنا الخدمات العامة، المنافع العامة، وطبعا هنا نتحدث هنا مثلا الصحة والتعليم كخدمات عامة، نتحدث عن الطرقات والجسور كمنافع عامة، أو ما تسمى بالبنى التحتية طبعا التي تصرف عليها الدولة. هذا بالإضافة طبعا كنا قد ذكرنا طرح الواردات من الصادرات، لأن سنكون معها الآن. الصادرات طبعا هي دائما تكون مبلغ من مبالغ تحصل عليها الدولة، والواردات هي تدفعها، يعني هي عبارة عن ريفينيو للدولة الصادرات، بينما الواردات تدفع عليها الدولة. على كل، إذن الخدمات، هذه الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى بند الصادرات والواردات يشكل لدينا إجمالي الناتج المحلي. كيف يكون انعكاس هذا الناتج المحلي على الاقتصاد في الدولة عند إصدار البيانات؟ أهم شيء نستطيع أن نتحدث عنه هو عملة بلد ما. تمثل عملة بلد ما انعكاسا مباشرا للناتج المحلي الإجمالي الخاص به دائما. طبعا هنا المهم أن أذكر أنه في حال كان إجمالي الناتج المحلي مرتفع، فهذا يعني أن البلد قوية وأن الاقتصاد قوي، وبالتالي يكون هناك دعم أو بيكون هناك ارتفاع على العملة ويزيد الطلب عليها، وخصوصا أنه يكون هناك توجه من المستثمرين على هذه الدولة طبعا بكون الاقتصاد قوي. في المقابل عندما يرتفع هذا الإجمالي الناتج المحلي، فيكون هناك توجه من المستثمرين للأسهم. لماذا؟ لأنه عندما يكون عندك دولة قوية، قوية الاقتصاد، هذا يعني أن الشركات بشكل عام تكون الريفينيوز لها أو نتائجها جيدة، وبالتالي يكون هناك توجه إلى الأسهم بشكل عام، بينما هناك ابتعاد عن السندات، السندات التي يكون عوائد عليها أقل، وبالتالي يكون هناك شهية المخاطرة أكبر، وبالتالي العكس صحيح. يعني إذا كان هناك تراجع في إجمالي الناتج المحلي، فأننا نكون نبتعد طبعا عن الأسهم وعن عملة هذه البلد، ويكون هناك اتجاه إلى السندات التي تكون فيها المخاطرة قليلة، ولو أن العوائد تكون
بشكل عام أقل. دعونا نكون مع قراءة هيك سريعة لبعض الاقتصادات أو الاقتصادات الأكبر في العالم وكيفية الأرقام التي سجلت في هذا العام بالتحديد. ودعوني أبدأ بالاقتصاد الصيني. الاقتصاد الصيني الذي كان معروف عنه دائما أننا دائما كنا نتحدث عن نمو ما فوق 10%. هذه السنة كان هناك تباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، الاقتصاد الثاني في العالم، وطبعا مهم جدا، وكان هناك الكثير من القلق بالنسبة لهذا التباطؤ الحادث في الاقتصاد الصيني. 7.4% كان للربع الثالث من هذا العام، كانت طبعا وكانت يعني تعتبر من أبطأ النمو للاقتصاد الصيني في 3 أعوام. في 7.6% إذا ل 7.4% على أساس سنوي للربع الرابع، 7.6% للربع الثاني، و 8.1% كانت الارتفاعات للربع الأول لإجمالي الناتج المحلي أو النمو. إذا هذا بشكل عام للصين. منطقة اليورو منذ بداية هذا العام وهي تعاني من انكماش. الربع الأول كانت عند مستويات صفرية، كان ذلك بنتيجة دعم إجمالي الناتج المحلي الألماني. طبعا منطقة اليورو تتألف من 17 دولة يتم احتساب إجمالي الناتج المحلي لها جميعا، وبالتالي يكون هناك معدل لإجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو. ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الألماني ب 0.5% في الربع الأول من هذا العام كان قد دعم إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو وتركه عند مستويات صفرية، وبالتالي لم يكن هناك انكماش. ولكن في الربع الثاني والربع الثالث كان هناك انكماش على إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو، 0.1% للربع الثالث هذا الذي انتهى، و 0.2% للربع الذي سبقه. الاقتصاد الأمريكي، وبعد كل ما فعله الفيدرالي الأمريكي من دعم وضخ للأموال في الأسواق من عمليات تيسير كمية أولى وثانية وثالثة، بالإضافة إلى عملية الأوبريشن تويست التي أيضا يقوم بها الفيدرالية الأمريكي وتخفيض مستويات الفائدة لمستويات طبعا الفائدة الرئيسية إلى مستويات متدنية تاريخيا، عاد الاقتصاد الأمريكي إلى النمو. ولاحظوا المستويات 2% للربع الثالث طبعا كانت مفاجأة للأسواق وفوق توقعات المحللين، و 1.3% في الربع الثالث. بريطانيا من المهم أيضا أن نذكرها هنا في الربع الثالث، كانت قد ارتفعت أو كان قد نمى إجمالي الناتج المحلي بواحد في المئة بعد 9 أشهر مستمرة من الانكماش على إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا. ولكن طبعا هذا النمو عزاه المحللون بشكل عام إلى الألعاب الأولمبية التي كانت قد استضافتها لندن، وبالتالي قد لا يكون مستدام. وطبعا الربع الرابع قد لا تكون الأرقام بهذا المستوى. هذه لمحة سريعة عن إجمالي الناتج المحلي وكيفية حسابه، وأهم طبعا ما يؤثر عليه هذا الإجمالي في اقتصاد أي بلد. شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.